إذن مستمعينا مباشرة نروح معاكم للأخ سلام الصبحي للحديث أكثر عن فعلا هل أكل العمانيين الجراد قديما وتفاصيل أيضا وقصص قادمة. أهلا وسهلا بك أخ سلام، صباح الخير. صباح النور أختي جمانة، كيفكم كيف أخباركم؟ أسعد الله صباحكم. حياك الله الأخ سلام، كيف أصبحت وكيف الأجواء في ولاية نخل؟ الحمد لله الأجواء طيبة يعني، وبدت هذه الأيام شوية يعني يكون الوقت يعني أبرد يعني عن السابق. ممتاز جميل. الأخ سلام، في حديثنا معك هذا الصباح ودنا نعرف أكثر وكل شيء أنت تعرفه عن موضوع الجراد، حابين اليوم نتعرف معك على تفاصيل أكثر. وسؤالي الأول لك، هل فعلا العمانيين فيما مضى كانوا يأكلون الجراد؟ هي نعم الأخت يمان، العمانيين سابقا كانوا يأكلوا هذا الجراد لأنه ما تواجد يعني غداء أساسي في ذيك الفترة السابقة، ما يوجدوا يعني شيء يأكلوا، فيضطروا يعني يأكلوا هذا الجراد. نعم معي. إذن كان بسبب قلة الموارد وبسبب قلة الطعام، كل قلة الموارد قلة غذاء يعني الأساسي حال الجسم، ما كانت يعني هناك في مواصلات، ما كانت في يعني طرق يعني ممهدة مثل الآن. يعني كان سابقا تقريبا قبل النهضة المباركة تقريبا هذا الكلام كان. لكن ما زلنا يعني نشوف أخ سلام في أشخاص إلى الآن يعني يتناولوا الجراد، فهل نستطيع أن نقول أنها عادة وتوارثوها، توارثتها الأجيال؟ هي نعم هذه عادة يعني، لكن الآن أصبح قليل المجتمع يعني يأكل، لأن تعرفي أنت الظروف الصحية وكذا، وهذه حشرات وما أدري ويش، والطاقم الطبي يعني ما مثل السابق يعني ما عندهم كان دراية، مو يسيف ذيك الفترة يعني لا يقدر أي شيء يعني إلا هذا، يعني هذا سبحان الله الله تعالى منزل إنه يعني أيوة غذاء للإنسان. صحيح، وكان مثل ما يقولوا الجود بالموجود يعني أنت تعيش، فبالتالي يعني تشوف إيش الموارد الموجودة في بيئتك وتستغلها. أكيد طبعا أكيد طبعا يعني صح، هم يشتغل في الزراعة وفي مهن أخرى يعني، لكن ما كانت يعني مجدية يعني فعلا يعني ما كانت يعني توفر يعني الغذاء الكافي. هي فهذه فترة يعني كانت أجدادنا وآبانا يعني عاشوها وكلوا منه هذا الجراد يعني فعلا. ممتاز. طيب هل أنت أكلت من هذا الجراد في زمانك أخ سلام؟ والله يمكن صغير يعني كنت نعم فعلا أكلت منه يعني، حتى كنا مثلا يعني قبض مباشرة كذا وعلى طول في الطباخة هذه ونعقه في النار وناكله هكذا مباشرة. يا سلام. أي بدون سينجيب. جميل. طبعا نشوف آبانا وأجدادنا يعني، فخلاص هذه عادة يعني صعبة إن احنا نترك شيء. أيوة. طيب إيش من مثلا، هل في أنواع أخرى جربتوها أيضا في هذاك الزمان غير الجراد؟ لا لا ما كان يعني عادي. ما كان فقط كان هذا الجراد، وهذا أنا أخبرك بالتفصيل. نعم. كان له موسم يعني عادة هذه قديمة تعتبر، وكان يظهر هذا الجراد أيام الشتاء يكثر، فيستخبروا الأجداد والناس يعني أنه جاي جراد. نعم. يروحوا مجموعات أربعة أو ستة أشخاص، يروحوا يتبعوا يتفقدوا وين مكانه، وين مكانه بالضبط، وين يبات ينام، يطلعوا العصر تقريبا الساعة أربعة أو خمسة يعني قبيل المغرب. زين يروح السيح وهو يتواجد هذا الجراد يعني عادة يبغى ينام في الأشجار في السمر في النخيل يعني، يروحوا في السيوح يروحوا للسيح. نعم. بعدين يؤكدوا بالمكان، يعرفوا انه موقعه في الشجره الفلانيه او في استدر المكان او في مكان معين. يروحوا له في الليل تقريبا الساعه 10 او 11 يكون هذا الجراد نايم. نعم. يعرفوا المكان وين موقعه ويروحوا هذه المجموعه لخمسه او سته اشخاص، ويكون عندهم هذا يسمى محجام، اللي هي عباره عن عصا طويله ومنحنيه من الاعلى. محجام ما يخطو جمانة، هي محجام سمع. ويكون شخص ويا عنده قوة وكذا طويل، ويقوم يضرب هذا الجراد ويطيح. نعم. طبعا في الأرض، لكن مسوايل في الأرض عبارة عن طوع السمع. طوع هذا عبارة عن مثل السجاد مثل البساطة. نعم. يكونوا شخصين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الحجم ماله،
هذا القراد ينزل في هذا الطوعة فيما بعد يجمع يخلف جواني. نعم. الأكياس تقريبا يضول 4 أو 5 جواني في ذيك الفترة. الصباح يطبخ في مراجل، كم مراجل ما التدسير سبق وأن خبرت عنها. أيوة. معنا. نعم. أيوة. يغلى الماء ويسوي يضاف له ملح فقط. ماء وملح. ماء وملح يطبخ لمدة نصف ساعة تقريبا. فيما بعد يطلع من المرجل يجفف في الأرض طل الصحة لمدة 2 أو 3 أيام على حسب. معي أختي بمعنى؟ نعم. ويجمع هذا يشال منه الريش، هذا يكون أحيانا ما يشال منه الريش يعني أثناء الطبخ ما يخوز. أيوة. يخال منه الريش وكل شيء، وعاد حد يعني يجمع حل يعني الأيام القادمة وكذا، يعني إذا احتاج له فيما احتاج له بعض منه يسويه لك شيء مباشرة يدق في موقع نسميه احنا بالعماني عبارة هي ما كان في مطحاحن ويعني هذه الآلات الجديدة. يدق ويضاف له الثوم والبصل والفلفل، هي يأكله مع الخبز ومع العيش هي مباشرة، أو مثلا يعني على حسب يعني احتياجهم لذلك الجراد. أيوة. إذا يعني أنت ذكرت أيضا أخ سلام أنه هو كان في مواسم معينة له، وكان أيضا يعرفوا العمانيين متى هذه المواسم، وكان عندهم الأدوات الخاصة لاصطيادة. نأتي للسؤال الهام، بما أنك تجربت إذا تتذكر شيء من طعمه كيف طعمه؟ طعمه لذيذ صراحة، مثل يعني أقول لك الآن يعني العوال والمالح والقاشع هذا يعني نفسه حقيقة يعني طعمه جيد فعلا يعني. أما الآن تعافي ما النقانق والبرجر وما أدري يعني أشياء كلها مصطنعة، ما يعني ما تعرف هي كيف طبيعتها، حتى يعني ما مثل يعني الآن الشباب ما مثل الأوليين يكون أقوياء يعني ويتحمل ما شيء، مباشرة تعطيه عمل ولا شيء يتكاسل عنه ويتخاذل ويقول أنا تعبان وكذا سبب مول المعتول هذا الآن. أيوة. ممتاز. إذا يعني أنت تشبه طعم أقرب شيء بالعوال مثلا نقول قريب بهذه الأكلات يعني حقيقة، يعني طعمه جيد جدا فعلا يعني، لكن الآن يعني أصبحت ماشي قليل يعني نادرا إنه مثلا تعرفي أنت يعني الخدمات الطبية والوزارة الصحة وكذا يعني إن هذا عبارة عن حشرات وما تعرف كيف من وين جاي وكذا، فإحنا نتجنب هذه الأشياء. أيوة. اختلف يعني الزمان. اختلف يعني الزمن. نعم. اختلف الوقت. اختلف يعني ما تعرف أنت الأمراض يعني في أي شيء يعني يمكن ما طبيعي أو إنه مثلا يعني ما مؤكد عليه ما تتقري وتأكلي مباشرة يعني لازم تسأل عنه من وين وكيف وكذا لهذا السبب يعني. أيوة صحيح، لكن الوضع كان في السابق أو في الماضي مختلف نوعا ما بسبب حاجة الناس، وكانت أيضا يعني أخ سلام كنا نمر بحالات من الجفاف الشديد من الفقدان في الموارد في المياه، فبالتالي كان العماني يستغل البيئة اللي حواليه يشوف إيش الموجود من الموارد اللي حواليه، وكان الجراد أحد هذه الموارد. يعني ما في شيء ثاني غير الجراد أخ سلام عادي. ماشي يعني ما وقت أنا أكلنا غير الجراد يعني، لأن هذا الجراد يعني صراحة يعني طعمه جيد وما في حاجة ولا شيء يعني، بالعكس كانت يعني من أجسام قوية وكان يعني الجميع يعني يتحافظ في ذلك الفترة. هي نعم، لأن تعرفي ما كان في موارد طبيعية أخرى، ما كان في وسائل نقل من المؤونة وغيرها، ما كان يعني في طرق، ما كان في مواصلات، فقط يعني المناطق الريفية القروية فقط. أيوة. تكون بعيدة يعني عن مثلا موانئ مسقط محافظة. ممتاز. إذن هذا هو السبب الرئيسي لتناول العمانيين الجراد قديما، الحاجة وقلت الموارد. نعم. سعدت بالحديث نعم. معك أخ سلام، إذا في كلمة أخيرة حاب توجهها تفضل. والله ما شيء يعني إلا الخير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عمان وقائدها وشعبها من كل مكروه، إنه سميع مجيب قريب الدعاء، وجزاكم الله ألف خير لأختي جمانة. شكرا جزيلا لك الأخ سلام الصبحي من ولاية نخل، وتحياتنا للأهل والأصدقاء في ولاية نخل. شكرا لك. شكرا لك يا أم أختي جمال، شكرا لكم، حياكم الله جميعا.